يستطيع أي إنسان أن يميز إطلاقاً بين مصر من ناحية والسودان من ناحية أخرى، لأن التاريخ المعاصر كان يسمي الملك فاروق ملك مصر والسودان، وبالتالي السودان نجدها في كل مكان. حتى هذه اللحظة عندما سافرت لباريس في القرن قبل الماضي في الثمانينات، كان هناك طلبة من السودان يدرسون في جامعة سربون معي، وبالتالي كنا نشعر أننا أقرب من اللبنانيين من أي إنسان آخر من المغاربة شمال إفريقيا. بشكل عام كنا نشعر بتلقائية شديدة جدا في التعامل مع السودانيين، باعتبار أن السودان قطعة من مصر ومصر قطعة من السودان، وهذا مؤكد عبر التاريخ قديمة جدا. علي مبارك عندما أراد أن يختبر ما تعلمه في أوروبا ذهب إلى السودان، يعني عباس العقاد أمه سودانية، وعباس العقاد الذي هو من هو عملاق الأدب العربي. إذن هناك محطات ثقافية وسياسية ومحطات حتى تاريخية معاصرة تربط بين الشعبين، وناهيك عن الترابط الجغرافي شمالا وجنوبا. أعتقد أن استقلال السودان في ذلك الوقت كان خطأ تاريخيا، لكن إذا درسنا التاريخ كله وجدنا أن يسير نحو التصدي والانقسام. كان السودان واحدة، أصبحت سودانين، جنوب السودان وشمال السودان. بشكل عام أعتقد أن ثورة يوليو 52 هي السبب في أن جعلت السودان يعيش منفرده. دائما الخلافات السياسية تؤثر بشكل أو بآخر على العلاقة بين البلدين رسميا، لكن لا أحد يستطيع إطلاقا أن يميز بين الشعب المصري والشعب السوداني. بالعكس أعتقد أن هذا الخلاف كان دائرة ضيقة بشكل أو بآخر، لكن بنفس الوقت كان هناك علاقات جيدة جدا. طبعا لرئيس نمير مثلا في عصره كانت علاقات جيدة جدا مع مصر، بعد فترات الرئيس الحالي البشير، لكن بشكل أو بآخر زيارته الأخيرة في الاتحاد الأفريقي أعتقد أنه تكلم كلاما مهما جدا، وحتى المؤتمر الاقتصادي عندما جاء كان كلماته مسموعة وتؤثر بشكل أو بآخر على الجالية السودانية في مصر والجالية المصرية في السودان إطلاقا. لا تجد هناك أي خلافات، كانت سحاب الصيف بين وقت وآخر، وريثما تعود تاريخ حدثنا عن هذا. التكامل بين مصر والسودان اقتصاديا وسياسيا أيضا، باعتبار أن العلاقة درجة من درجات التوافق بشكل أو بآخر. ناهيك عن السودان تعتبر صومعة غلال العالم العربي، هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لنا كمصريين، ولا يجب أن نشعر إطلاقا بأن هناك بطالة في مصر أو بطالة في السودان. بما أن الجغرافيا واحدة أعتقد بشكل أو بآخر يمكن أن تكون علاقة جيدة من خلال الاقتصاد أولا، باعتبار أن العالم كله يسير في اتجاه الاقتصاد، والمسألة معروفة جدا. السودان غنية بالأنهار، النهر الأزرق، النهر الأبيض، نهر النيل، هناك مياه غزيرة جدا، الأراضي فسيحة وواسعة ومتسعة. أعتقد بشكل أو بآخر العلاقات يجب أن تكون اقتصادية ثم سياسية طبعا لذلك، واجتماعية لا غبار عليها، لأن لا أحد إطلاقا يميز بين مصري وسوداني. ونتنور كمان أكتر بأهلنا، الأستاذ حمور زيادة الكاتب الروائي، والأستاذ محمد حاكم رسام الكاريكاتير المعروف طبعا. منورنا ومنورنا ومنورنا كالعادة، زي كل أهل السودان ما بينورونا. ده نورك يا فندم. في فرق طبعا في القرار بتاع الحضور إلى القاهرة. حضرتك هنبتدي أستاذ محمد. أكيد أنت أكيد كنتش موجود وقتها مثلا. شكلك صغير قوي يا حمور. أكيد بابا صغير. نعم صغير مناش دعوة. أنا عجز ولا أنا وإنت. أستاذ محمد حضرتك لهجتك مصري قوي قوي. لأن أنا مولود في مصر وتربيت في مصر وتربيت في الشرقية، حتى لما حد من الشرق ويتكلم معايا اعرفه من مكانه فين. يا سلام. الشرقيه ما تقسمها ثلاث لهجات، في من اول هيه كده لغايه السنبلاوين كده. السنبلاوين مش تبعها طبعا، لغايه الصالحيه لهم لهجه، وبعدين من عند هيه دي لغايه الزقازيق في لهجه، ومن الزقازيق لغايه انشاص كده لهجه، واللهجه الاخيره بتاعت ابو زعبل. وحضرتك من فين بقى؟ من انشاص. من انشاص مركز بلبيس.
لا انا قاعده مع واحد مصري جدا. لا بس حضرتك تقولي حاجه كمان، انه الوالد كان ضابط شرطه كان هنا وكان بيشتغل ايام زمان ايام الملك، كان في الخاصه الملكيه وقعد هنا، قعد 42 سنه هناك، اتخلفنا وتربينا وتولدنا هناك. حضرتك بداياتك كانت في السودان يعني أنا. محمد بيه حاتم اوكي خلاص معانا قاعدين انا وهو بقى شرقيه ده اهليه ايوه. فانت بداياتك كانت في السودان وكنت نابغ جدا في انك كاتب روائي، وحصل انك انت ما يعني في ظروف سيئه حصلت في انك اضطريت انك انت تغادر وتيجي هنا مش كده؟ اي نعم. ده كان اختلاف على انه يعني اتفهم انه حضرتك بتكتب روايات مفتوحه شويه او حاجه، لانك ناقشت اغتصاب الاطفال او حاجه كده؟ يعني هي مجموعه مشاكل ومجموعه ظروف، و يعني عشان اكون كمان برضو صادق، غير الظروف دي انا اصلا فكره الخروج من السودان من اجل البحث عن فرصه افضل للكتابه كانت موجوده في ذهني. فيمكن الظروف اللي حصلت دي هي كانت مجرد الدفعه الاخيره اللي خلتني انه انا احسم القرار انه انا اغادر الى مكان اخر ممكن يعني ألقى فيه فرصة الكتابة بشكل أفضل. السودان مع كامل الحب ومع كامل الحنين إليه، لكن ظروفه صعبة. فبالذات في المجال الأدبي القاهرة، وطبعا كان إلى حد ما بيروت ودمشق هم أماكن الواحد يستطيع أنه يبرز فيهم. يتألق فيه. نعم. أنا باعتبار التاريخ الأسري اللي قلت لحضرتك، ولأنه أنا كنت بجي القاهرة كثير جدا بعد ذاك مع الوالد، يعني سنويا كنت بزوره، فأنا متقن اللهجة، أعرف التاريخ المصري، أعرف الثقافة المصرية كويس، فبالنسبة لي كان الانتقال القاهرة هو القرار الأسهل يعني من أن أمشي الشام. وبعدين رشحت لجائزة البوكر؟ نعم الحمد لله. حصلت من القاهرة هنا على جائزة نجيب محفوظ على روايتي الثانية، ورشحت منها لجائزة البوكر العربية في الإمارات. وآراء الكتاب المصريين، ويمكن محمد بيه يقول لي دلوقتي أنه مثلا أستاذ بهاء طاهر، الكتاب العظماء بتوعنا يعني شايفين أن أستاذ حمور عبقري يعني بيشيدوا جدا بشغله وكتابته كما أنه صغنن. الصغير بس في السن، لكن الواحد بقى له قيمه يعني حاجه كبيره. طيب قبل ما اروح للاستاذ محمد حاكم، احلى رواياتك واشهرها ايه؟ اشوق الدرويش الروايه الثانيه اللي عامله كل اللي هي المرشحه نعم للبوكر. طب ايه قدامك؟ بتشتغل على مشروع مثلا دلوقتي؟ شغال حسه على روايه ثانيه ليها تقريبا سنه مش بكتب فيها. الطبيعه تخص اني مناخ، اني بلد، اني السودان. أنا لا أقول عن السودان للأسف يعني رغم أنه في مصر، لكن يعني بالعكس أنا لما أقرأ لك من عن كتاب عن السودان أو رواية عن السودان ما أنا بتعرف أكثر. جميل، لأنه طبعا في ناس بترفض ويقول لك طيب أنت قاعد في مصر أكتب لي عن مصر شوية. لا أنا مش مع الرأي، بعتذر دائما عن المسألة دي، يقول أكتب عن ما أعرف. مهما عرفت المجتمع المصري ما أقدر أعبر عنه زي المصري. زي لكن السودان. أنا أعرف السودان كويس جدا، فأستطيع أن أعبر عن السودان وعن مشاكله. ومن الأفضل أن أقول لك صورة لبلد تانية ومصر أنت عايشة وموجود فيها، وفي من يستطيع أن يعبر عنها. أستاذ محمد، يعني تاريخ طويل من الكاريكاتير وليك رسومات مشهورة. بس روزا اليوسف هي مدرسة لوحدها. طبعا. والعالم العربي كله بيمشي وراها. بس احنا عندنا في روزا اليوسف كلنا بنرسم نفسنا. ما عدا انا. ليه؟ بتترسم بس انا شايفاها لك. بترسم بيرسموني لكن انا ما برسمش نفسي فيها. لان عارفة القارئ هيقول لك يا باي، يعني ما بقاش يرسم غير نفسه. كلمة يا باي دي على فكرة مرات بتخلي البني آدم يقلق. زي ما كان بيتكلم عن إنه ليه ما بيكتبش عن رواية المجتمع المصري. طب بها ما كان في سويسرا وكتب عنه. وفي ناس كتير يعني كتبوا عن مجتمعاتهم أنت عشتها وشفتها بتعملها. زي بالظبط لما أجي أعمل كاريكاتير ما بعملوش عن حتة معينة. وإلا عارفة ده بيصير غضب الناس. برغم ان انا عارفهم وعايش معاهم. يعني مثلا زي اللهجات في كفر الشيخ، لو واحد من كفر الشيخ او المنزله كلمك انت مش هتفهمي. انا ليه؟ عارفه هقول لك ليه. لا مش انا ما بفهمش. هقول لك ليه. هو بيتكلم بلهجته اللي هو عايش فيها. ولو نسي ان انت اصلا قاهريه ولا من اسكندريه ولا حاجه يقول لك قال وقلنا، اول ما يقول لك لا قصدي كذا. طب هقول لك حاجه، في المحله والغربيه النون بيقلوها ميم، يعني يقول لك مثلا ايه الشلم. لو النب الشلم يعني ايه؟
الشيلن يقول لك الشيلن. هم دي لهجات محليه قوي يعني. ازاي عندنا في السودان ما برضو لهجات محليه قوي، لكن في النهايه لو بصيتي لها هتلاقيها عربيه اصلا. يعني مثلا ما هو مثلا الاستاذ بيقول ايه الساعه هسه، هي الساعه الان اللي هي دلوقتي. انت عارفه السبب ده؟ انه احنا التمثيليات والفيلم العربي انتشر في العالم العربي طبعا، فاصبحنا كلنا بنفهم اللغه اللهجه المصريه. وحتى لما حد يكلمك من مثلا من المغاربه او تونس او العراق او كده يقول لك ده ما بيعرف ما بيتكلمش عربي. وعلى فكره في غلطه بنغلط فيها دايما، يقول لك ايه اصل لما اخد نص النصوص في المسرح ولا كده لان بقى عايز انطقها يعني اكلمها عربي. وناس ان هو اصل اللهجه المصريه عربي زي اللهجه السودانيه ما هي عربي. وبقيه المنطقه العربيه كلها احنا عندنا 12 لهجه موجوده في العالم العربي ومحدش يعرف ده، لكن كلها صلتها باللغه العربيه. اكيد طبعا الا اذا كان فيها شويه ميراث احتلالات بقى مختلفه، احتلالات او اتصال بلهجات تانية زي مثلا العراق بتلاقي الاكراد دخلت في كلامهم عندنا، زي الطوارئ موجودين في مثلا في الجزائر دخل كلام. يعني مثلا انا في جزائري كان بيكلمني يقول لي الزلميطه، استغربت قلت له الزلميطه يعني ايه؟ قال لي كبريته. إزلاميتا هي كلمة فرنساوي أصلا. فهم بيدخلوا كلام فيها، لكن إحنا الغريبة أن إحنا في مصر هنا البلد العربي الوحيد اللي لما يجي له أجنبي عنده بيستوعبه ويمصره. أيوه ويمصره ما الحاش. ما بنرغيش لغتهم أبدا إحنا. بس أنا عايز بس أستاذ محمد، مش معقولة إنه السنس أوف يومر اللي عند حضرتك والرؤية الساخرة دي شرقاوي؟ لا هي فيها حته شرقاوي. هقول لك على حاجه، انا اخويا الكبير حاكم الله يرحمه، حاكم الكبير طبعا، هو كان ايه العبايه اللي طلع معظم رسامين الكاريكاتير منها. حتى انا زعلت لما راح الكويت، بس انا فرحت ان انا اتخلصت من عبايته. وحتى دايما مصطفى حسين كان يقول لي انت اتخلصت خالص، قلت له ما اعرفش، لكن انا قررت اشتغل البسيط اللي متداول بين الناس. حاكم كان بيعمل حاجات كاريكاتير ما فيهاش تعليق. وعلى فكره السكه دي كان بيعملها هو ونبيل السلمي الله يرحمه لما جه من المانيا، وانا عملتها في مصر. انت عارفه الفلاح الشرقاوي لما يكون عايز يقول لك حاجه وفي حد سامعه يقول ايماء كده، يقول لك ايوه كده بس. دي بتدي معنى بدون ما ينطق بحرف، يقول لا والله ما قلت. لا هو قال بس مش ضروري تتقال. فعشان كده في كاريكاتير كتير بعمله انا ما فيهوش كلام، لان وفي حاجات كتير انا سالت فيها مره، ليه بترسم الناس من غير ودن؟ انا برسم الناس من غير ودن. لو بصيت على شغل هتلاقي ده، لقد ما اصبحنا في مجتمع ما بنسمحش بعض. يعني واحد يلغي معاك من هنا لغايه بكره الفجر، ما انت تقول له ها، يقول لك لا مؤاخذه ما خدتش بالي، قلت ايه؟ ما بيسمع. يعني احنا ما عندناش يعني ما بنحاولش الا الحاجه اللي احنا بنعرفها، زي القرايه والكتابه والفن. انا بختار الحاجه اللي انا بحبها مش الحاجه اللي انا بفهمها. بس عشان كده الكاريكاتير اللي انا بعمله عندنا في صباح الخير او في روزا اليوسف او بعد كده مثلا كان القاهره والاهالي وكده، بعمل حاجات اللي هي بسيطه توصل للناس. نورتوني جدا يا اهل بلدي، يا قرايبي، يا ولاد عمي، يا اخواتي. احنا على فكره بيقول في السودان ولاد خالتنا المصريين، مش كده؟ شفت بقى دي اللي قلتها. مصر ولاد الخال. انا اهو نورتوني والله. ده انت اللي منورانا، ربنا يخليكوا لينا. معلش تعبناك في الكلام. لا خالص خالص، انا سنه رغاي. لا لا، ده انا عايز اقعد معاك قعدات كتير. نورتوني. ده انا يخليك، عظيم الشرف.